أهلا مرحبا بكل من يتابع فينا في هذا اليوم المشهود ذكرى استقلال تونس. ذكرى استقلال تونس وتاريخ استقلال تونس الذي لا يؤمن به من هم في السلطة اليوم أو يؤمنون بجزء منه، لأنه للأسف الشديد بعد 2011 لم نشاهد ولم نرى أعلام تونس ترفع في أعياد الوطنية، في عيد الجمهورية، في عيد الاستقلال. لم نشاهد أي مظهر من مظاهر الزينة اللي تعودنا عليها وتربينا عليها في الاحتفال بالذاكرات الوطنية الخالدة متاعنا، اللي تذكرنا بتاريخنا، اللي تذكرنا بزعمائنا، اللي تذكرنا بنضالات أبائنا وأجدادنا، ذكرنا بكل أمجاد تونس. والناس للأسف الشديد الطبقة السياسية اللي حكمت بعد 2011 كلها تقريبا غير مؤمنة بالاستقلال. فما اللي يقول لك ما فماش استقلال جملة، فما اللي يقول لك تونس ما زالت تابعة لكذا، فما اللي يقول لك تونس ما زالت مستعمرة فرنسية. دونك الناس هذوما كلهم اللي للأسف الشديد شفناهم معناها في منابر الإعلام وملاو البلاتوات التلفزية وملاو البلاتوات الإذاعية، ما لقاوش شكون يردهم في الوقت المناسب. بالله حاولنا أن نكونوا صوت التونسي الحر، بالله حاولنا أن نكونوا معناها نبلغوا الرسالة متاع الاباء والاجداد، نبلغوا ونحفظوا الامانه اللي خلوها لنا ولا مواصلين فيها باذن الله وبقدره ربي. واليوم الوضع تبدل، ما عادش كيما في 2011، كيما في 2015، كيما في 2019، كيما اليوم، لانه الاقنعه تقريبا كلها معناتها اتكشفت، كلها بانت، كل من وراءه اجنده بان بالكاشف من خلال القرارات الاعتباطيه اللي قاعدين نشوفوا فيها توا، من خلال الاجنده اللاوطنيه اللي قاعدين نشوفوا فيها توا. يعني عديد الاحداث اللي بيت التونسي يصبح على وقعها معناها بشكل يومي، هو اقاله وزير الداخليه، هو يقول استقاله من بعد تطلع اقاله، هو ما نعرفش شنو والاسباب نتاعها الا في اعتقادي، ما نعرفش، ما دخلتش في العمق نتاعهم وفي النوايا. لكن بعد الضغط نتاع الاتحاد الاوروبي واتحاد البرلمان الاوروبي على السلطه وعلى رئاسه الجمهوريه، بوتيتر حب يلصق الايقافات وحب يلصق الاشياء اللي قاعدين نشوفوا فيه في رئيس في وزير الداخليه، وربما قدم قربانا، لانه وزير الداخليه يخرج في المنابر الاعلاميه الكل يقول راني استقلت وعندي مهام اخرى اللي هي ما تد على حد. معناها انت كي اديت القسم وشديت وزاره الداخليه، عارف معناها الحساسيه نتاع الوزاره اللي انت فيها ومتاع المؤسسه السياديه والامنيه اللي انت فيها. دونك غير مسموح لك تقول باش نحمي عائلتي ولا باش نحمي كذا، انت قدمت روحك نورمالمون فداء للوطن، انت قدمت روحك فداء للتراب هذايا. دونك الاسباب اللي شفناها على لسان السيد وزير الداخليه المقال مش المستقيل، يعني اسباب في اعتقادي واهيه. لكن الاخطر من هذا، وان شاء الله ما يكونش اخطر، لانه منذ اسبوع تقريبا سمعنا الباساج نتاع وزير الداخليه الحالي اللي هو كان يشغل منصب والي تونس، ولا هو يحكي على معناها الصادقين الثابتين مدري شنو، لمناه هو كوالي انه ما يكونش معناها محايد، ما يكونش على نفس المسافه من الاطراف السياسيه الكل، فما بالك اليوم هو على راس وزاره الداخليه. ان شاء الله معناها احنا بطبيعه نحكيو على امن جمهوري في بلادنا، ونحكيو على استقلاليه المؤسسات السياديه، ونحكيو على هذا كله، ان شاء الله نشوفوها على ارض الواقع ونشوفوها ممارسه، ولو اني لا اعتقد كثيرا في هذه الاشياء، لانه من يدعو للالتفاف حول طرف سياسي معين وان كان رئيس دوله وان كان سلطه معناها حاكمه بكل معناها بتم تميمها بكل المؤسسات السياديه اللي في ايديها بكل السلطات التي تمسك بها منذ 25 جويليه الى اليوم، يجب ان تكون هذه المواقع حياديه باتم معنى الكلمه. يعني ما يلزمش نظهروا ولائنا غير للوطن، دونك خلاف الوطن حتى للاشخاص ماهوش مسموح. معناها باش تقول لي انت هاو العباد كلهم في سله واحده والكلهم خائنين والكلهم فاسدين والكلهم كذا وبهم وعليهم، وتجمع الناس كل ما بعضهم باش في مقابل انك تمجد صوره شخص وان كان رئيس الدوله التونسيه، فهو بشر معناها ما نجموش ويحكيوا على الازلام قبل وكانوا يقدسوا كانوا يعبدوا كانوا يمجدوا، توا قاعدين نشوفوا في العبوديه على قدم وساق، قاعدين نشوفوا في التقديس على قدم وساق، وفي المنابر من الصباح للتياح نسمع في شو اسمه نجيب الدزيري باقي. معناها ما فهمتش انا السيد هذا شنو الاضافه اللي قدمها حتى اعلاميا، شنو الاضافه اللي قاعد يقدم فيها للبلاتو اللي هو فيه. معناها فما مستوى فكري معرفي قادر على الاقناع، قادر على اضافه معناها حاجه للمشهد الاعلامي ولا للتحليل الاعلامي والتحليل السياسي، فاش قاعد يعمل؟ قاعد يطبل ويبندر ليل ونهار، اخرتها نشوف في بالبند العريض زاد اي اف ام تهبط له في العناوين نتاعو، قال لك اللي يحب يفهم عبير موسي يتبع فيلم الدكتاتور وفيلم عايز حقي، وانت اللي يحب يفهم كيف نجيب الدزيري يتبع فيلم البارح براح مع المقرونه اليوم براح مع قيسون، ولا يتبع فيلم واحد اخر زاد يما تذليت يما تذليت بالله برحت عن ما عندي ما خذيت. هاو افلام نجم ننسحق بهم، نجم تبعهم يا سي نجيب الدزيري، تو يفهموا العباد شنو شخصيتك وتو يفهموا شنو الاداء نتاعك وشنو مواقفك. دونك هذه نقطه هو لا يستحق الرد، لكن مش مشكل ما دام خرجت ميدياتيزي وهبطت بالبند العريض، ما يسالش نجاوبوه بما يجب ان
أن نجيبه. هذه النقطة كيف كيف. اليوم ماناش لاهين بهم تافهين دوما، لاهين نحتفلوا بعيد الاستقلال، عيد استقلال تونس، إلا غيب في المشهد الإعلامي في الثنية معناتها نسمعوا في الإذاعات، ولا إذاعة عدات معناها مشهد يذكرنا باستقلال تونس، ولا خطاب لزعيم بورقيبة أثناء الاستقلال، ولا قراوا وثيقة الاستقلال، ولا عملوا هذا الكل. هذه كله تآمر يعتبر على الدولة، وهذه الكل معناها تحامل على تاريخ تونس وعلى تاريخ الحركة الوطنية والحركة الدستورية في تونس. لكن اليوم اتساترا يظهر لي باش يجاوبوهم، وتشوفوا المشهد من بعد تنعدي لكم لايف المشهد من الداخل باش تشوفوا. راهو على فكرة ما فماش كيران جات، ما فماش دعوة معناها لاجتماع تعبوي كبير، رغم ذلك تشوفوا الحضور اللي موجود من بعد في قصر المؤتمرات. وقصر المؤتمرات خذيناه إن شاء الله، هو عطاهونا وقت لكان والي، معناها وافقنا وقت لكان سيد الوالي متاع تونس. هاتوا نشوفوا اليوم التعامل معناها نتاع السيد الوزير، ما عادش نتاع السيد الوالي، على الاجتماع اللي رخصنا فيه. وهوي تنسي هنا قاعدين نتبعوا، هنا قاعدين نتفرجوا. بالنسبه للمجلس النيابي الجديد، كنت نحكي الاخرى تبرر ما ننتميش لاتلانتس، والاخرى تقول لك محكمه مملكه وهميه، والاخرى تقول لك كذا. تحب نركز على نقطه بسيطه، فرضا هي مملكه وهميه، وفرضا هي ماهيش موجوده، وفرضا هي مدينه المثل كما قال افلاطون. لفك انك اقسمت على الدستور ومقبلة على القسم وعلى أداء اليمين، وإنك تكون صادقة مع الشعب، لفت إنك موجودة في 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 يا سيدي نعتبروه منصوص، فلا يعول عليك. معناها أنت هبطين لك موقع رسمي نتاعهم، تصويرك والسي في نتاعك والخطة اللي كنت تشغلها في الوزارة هذية، وترجع. ما هما خاطر الله غالب، هما راهو محدودي الفكر، معناها طلبوا ربما المسؤولين على الموقع الرسمي عملوا تحيين نحاولها اسمها نساو لا تراسابيليتي، راهي تقعد معناها حتى دو بوان فيو تكنيك تكنيكمون في الانفورماتيك، ترجع تعمل ميزاجور قديمه تلقى شنو كان موجود في السيت. هما بيدهم ما ينجموش يفسخوا، هما بيدهم ما ينجموش ينحيوا تراسابيليتي، مولا سيت بيدهم ما ينجمش ينحيها تراسابيليتي. شنو موقفك انت توكي انت موجوده وتشغل منصب وزاره، ولو هي مازالت ما في اي نستناوها العباد، بالنسبه للعباد اللي قاعده تفه توا نستناوها حتى ساعه المملكه هذه تكري اراضي وتملك اراضي ويولي عندها رقعه جغرافيه في مختلف دول العالم، باش وقتها نقولوا ايه هو اختر وهو مس من الامن القومي وهو مس من السياده الوطنيه. شنو المطلوب منهم المنابر الاعلاميه توا؟ شنو المطلوب معناها من السلطه التونسيه في بلاصه ما تقولوا يجب فتح تحقيق فوري في الابان، ويجب معناها اصدار البطاقات الكافيه والسماعات الكافيه ايميدياتمون، خاطر ماهوش لعبه هذايا، راهو اختراق نتاع امن بلاد، اختراق للسياده الوطنيه. الكلام اللي شفناه والقرائن والمؤيدات اللي تابعناها الناس كله شاهدناها على المباشر، راهي مش تاعت فتيك، راهو اذا كان جينا في دوله تحترم نفسها راهي بالوقت. مش عاملين شو معناها نايب مشاو بعد اداء اليمين مشاو خرجوه من البرلمان، شنو الرساله اللي تحب تعطيها انت؟ يا نواب رد بالكم، تلوي العصا في يدي هاكا الامن يقتحم البرلمان، اذا كان هو صادره في حقه بطاقه جلب ولا بطاقه ايداع، علاش مش من داره هزيتوه؟ علاش استنيتوا حتى ساعه تخلى البرلمان ومشى ادى القسم ومن بعد خرجتوه؟ شوفوا معناها عدم الدرايه، وشوفوا كيفاش عدم القدره على التعامل مع الملفات، خاطر خرجوا من بعد قالوا راهو صادره في بطاقه ايداع من قبل، تستنى لين يدخل المجلس وتخرج، شنو الميساج اللي عطيته للخارج؟ معناها خلط بين السلطات الكل، معناها السلطه التشريعيه كرتونيه، معناها نجم الامن يقتحم مقر سياده كما البرلمان التونسي، معناها الحصانة بلوها وش بماها، معناها إلا نعرفوه والمتعارف عليه على مستوى العالم فيما يخص نائب شعب، الكل مشى تلاشى، ما فماش معناها ما عادش فما في الهيبة نتاع نائب الشعب، إذا كان هو فاسد أنت علاش سمحت له ملول بالترشح؟ وين الهيئة نتاع فاروق بوعز؟ مش ما تلويش العصا في يد الحاكم؟ ما هو اللي يحب يعطيه بمرسوم يقبلوه له ويبرروا له ويقولوا له هاو صحيح، اي ويني ما عملتش التحريات نتاعها؟ ويني وزاره الداخليه ما عملتش التحريات نتاعها؟ اذا كان السيد هذا موارد بالحق، ولا اذا كان قام بجرائم انتخابيه، علاش ما تمش ايقاف وقتها؟ كان هارب يا اخي هو، لكن في الحدود استنيتوا لين دخل المجلس. دونك هي عديد من نقاط الاستفهام وعديد الاشياء اللي قاعدين نشوف فيها اليوم، الا الحقيقه مضحكه معناها وباتت مكشوفه، ما عادش تجد على التوانسه. والله نسمع في مش نسمع في بلاتو او لامس معناها مع واحد من الناطقين الرسميين او الناطق الرسمي باسم حراك 25 جويلية، حينما سئل عن هذه الحادثه قال احنا رحبنا بالحادثه هذه، هذا امني هذا نايب في البرلمان الجديد نتاعهم نتاع الصادقين الثابتين. دونك قال لك احنا رحبنا، ما فماش معناها الحصانه ما تمنعش انه الناس هذوما فوق القانون، معناها شوفوا التبرير. وهذا محامي ويقال انه دكتور ويقري في الحقوق في كليه الحقوق نتاع تونس، معناها شوفوا المستوى كيفاش يقعد افار ونهبطوا للباسيس نتاع البنزير نتاع التطبيل نتاع تبرير ما لا يبرر. معناها انت لهنا كنت تنجم تعلق عليها الحادثه هذه بايجاز، كان ممكن ايقافه قبل ما يدخل البرلمان، قبل ما يؤدي القسم، قبل ما يعمل باش ما نعملوش حتى الشو هذاك. زاد كيف رساله اخرى بالنسبه للاعلاميين نتاع الاذاعات الخاصه
التلفازات الخاصة اللي منعوا من مواكبة الجلسة الأولى متاع البرلمان وقبلوا كان الإعلام الحكومي، هي ذيك رسالة لكم، زيدوا تبلولو بزايد، دونك هاكم شفتوا أنتم شنو اللي صار لكم، وراساتلكم معناها مذلولين قاعدين في القاعة تعتصموا وتعملوا، دونك زيدوا تبلو وزيدوا بندرو وزيدوا جيبوا تزيري وأشباه تزيري، وزيدوا أعملوا له هذا الكل، المرة ذي منعكم من الدخول، المرة الجاية تشوفوا شنو باش يصير فيكم آخر. دونك ما تغركمش التصريحات نتاع العميد بودربالة اللي متوقعينه من عمناوي باش يكون رئيس نتاع البرلمان هذا بعد الولاء والطاعة، ما تاخذوش عليها معناها، ذلوكم وهنتلوكم بعد قالك احنا مع السلطة الرابعة وعندكم حقوقكم محفوظة. افهموا واحدكم ان شاء الله على الاقل الخط والتوجه العام نتاع الاعلام خاصه الاذاعات الرسميه الخاصه والتلفزيونات الرسميه الخاصه ان شاء الله على الاقل يتبدل ويمشي في اتجاه وطني، وان شاء الله على الاقل ماناش طالبين منكم احنا باش تقفوا مع اكس ضد ايغريك ولا حتى شيء، ان شاء الله على الاقل تقولوا الحقيقه، احنا طالبين منكم تنقلوا الحقيقه وتنقلوا الواقع وتنقلوا الصوره وخليوا المواطن هو اللي يحلل وحده، والشعب التونسي يظل توا كفيل معناها باش يميز ما بين الباهي والخايب وباش يميز ما بين المواقف الثابته والمواقف المتحوله والمتغيره، ولا قالك برلمان لا عوده الى الوراء، برلمان العوده للوراء الوراء، عندك فيه 68 نائب تجمعي، نستهم رايا، ما عادش تحكيو بربي على لا عوده للوراء وما عادش تحكيو على هنا جديد وشبابي وندرى شنو وما عندهمش انتماءات وما عندهمش كذا، هاكم شفتوا الاحصائيات الرسميه نتاع البرلمان، النواب التجمعين اللي كانوا فيه، دونك هذه بالنسبه للوراء ما عادش تحكيو عليها، بالنسبه لحقوق المراه محفوظه زاد ما عادش تحكيو عليها، حطوا زينه المراه محفوظه، زينتوا بها البرلمان، مش حقوقها محفوظه 25 امراه في 161 نائب ولا 171 نائب ما عادش قداش من العدد الجملي نتاع النواب بالقانون الجديد نتاعو، ما عادش تحكيو كيف على التشبيه، ما عادش تقولوا الشباب في المواقع القياديه، نسبه حضور الشباب في البرلمان لاقل من 39 عام، نسبه محتشمه واقل من 20%، دونك احترموا رواحكم واحترموا عقل المواطن التونسي راهو قاعد يتفرج، راهو قاعد يشوف، راهو قاعد يتابع، ما عادش تشد عليه هك الاكاذيب والاراجيف اللي قاعدين تعديوا فيها في المنابر، احترموا ذكاء المواطن التونسي، واحترموا عقل المواطن التونسي، راهو قاعد يشوف ويتابع في كل شيء، وحلوا الملفات الجديه بالحق، لانه محكمه اتلانتس راهي ماهيش تفدليكا، وراهي ماهيش لعبه، راهو مس من امن الدوله الداخلي، راهو مس من السياده الوطنيه صارخ وواضح، دونك يجب ان تتحرك الدوله ومن واجبها انها تعطي نتيجه تحركاتها للشعب التونسي. شنو هي المملكه هذيك؟ شنو هي موقعها فيها؟ تنجموا ترجعوا للاتصالات، مش انا باش نقول لكم شنو هي الاساليب اللي الدوله تنجم تتوخاها، تو السلطه في يدهم معناها كل شيء في ايدهم، دونك تنجموا ترجعوا للمكالمات الهاتفيه، تنجموا ترجعوا للارشيف نتاع التليفونات، تنجموا ترجعوا للارشيف نتاع لي ريزو سوسيو، تنجموا تكونتاكتيو المملكه هذه الوهميه اللي يقولوا عليها، تنجموا تعرفوا هذا الكل باش تاكدوا للشعب التونسي صحه الاقاويل هذيك ولو انها مؤكده، دونك القرائن الكل ضدها، والتصريحات من القاده نتاع المملكه هذه حتى جماعه تونس واضحه معناها ما نفاتش وجود هذه المملكه، والمراسلات والاخطر هذايا الاخطر اخطر نقطه ربما نحكيو عليها في عيد الاستقلال، لانه استقلال تونس بالحق معناها اون كيستيون توا توا استعمار جديد قاعدين نستناو فيه على الابواب من شتى الكيانات ومن شتى الدول، دونك الدوله التونسيه مطالبه بمصارحه الشعب التونسي، الاعلامات اللي عملوها لوزاره الثقافه والطلبات اللي عملتها مملكة أتلانتس الجديدة هذه لوزارة الثقافة والوزارة الخارجية ولكل المؤسسات السيادية في تونس، ماذا بينا كان الفحوى نتاع المراسلات هذه وشنو يحبوا هما يخرجوا للشعب التونسي، وأيضا رد الدولة التونسية والمؤسسات السيادية يخرج للشعب التونسي وشنو موقف الدولة التونسية ممثلة في كل مؤسساتها وهيكلها السيادية، شنو موقفهم من هذه الطلبات ومن هذه المطالب نتاع الخزي والعار، وهل أنه نائب الرئيس بكل هذه المواصفات وبكل هذه الشبهات التي تداولتها وسائل الاعلام في الاسبوع الاخير كله ما زال باش تشغل منصب نائب رئيس وبتلك الصلاحيات ام لا؟ قولوا لنا هل ان هذا المجلس سيكون مخترقا منذ تنصيبه؟ ومعناها محكمه اتلانتس ومملكه اتلانتس باش تكون عندها نصيب نائب رئيس البرلمان ولا شنو الحكايه؟ خلينا نعرفوا، ما نطولش عليكم اكثر من هكا، ان شاء الله تتابعونا على المباشر بعد في قصر المؤتمرات، يعطيكم الف صحه وللحديث في بقيه.